بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن شابتر 11 اللي هو بيتكلم عن البريجر. ده الشابتر قبل الأخير، فاضل لنا شابتر إن شاء الله اللي هو شابتر 12 ونخلص المنهج. ده إن شاء الله هيكون منتصف الأسبوع بإذن الله. طيب البريجر يا شباب، طبعا احنا زي ما اتعودنا الأول ورقة بتكون للكلمات الجديدة علينا. طيب كلنا عارفين كلمة بريجر يعني الضغط. كلمة بريجر يا شباب يعني الضغط. طب يعني ايه الضغط؟ طبعا كلنا عارفين يا شباب، معلش، ان كلمة بريجر معناها الضغط. طب يعني ايه الضغط بشكل عام؟ مفهوم الضغط، الضغط اول حاجة مرموز له بالرمز بي. يبقى الضغط مرموز له بالرمز بي. طيب الضغط اللي هو البي بيساوي ايه؟ اف على ايه؟ مين الاف؟ طبعا اف دي اللي هي القوة، فورس. مين الايه اللي هي الاريا؟ يبقى البريجر تعريفه ايه؟ انا قلت من خلال اي قانون اقدر اطلع بالتعريف واقدر اطلع بوحده القياس. طيب يبقى البريجر هو الفورس اكزيرتد بير يونت اريا، يعني هو القوه المبذوله على وحده المساحات. طيب ماذا عن وحده القياس؟ قلنا في وحدات قياس بسميها اس اي يونت او ستاندر يونت. خلينا نتكلم عن الوحدات الدوليه، الفورس بالنيوتن، اما الاريا بالمتر المربع. اذا نيوتن على المتر المربع هي الوحدة الدولية لقياس البريشر. طب ينفع نكتبها كده نيوتن على المتر المربع؟ أو ينفع اكتبها نيوتن في متر أس سالب 2؟ يبقى دي كده يا شباب الـ SI يونت، الوحدة الدولية لقياس البريشر. وقلنا تعريف البريشر هو الفورس اكزيرتد بير يونت اريا. طيب واحنا اتفقنا لما يكون في عندي قانون لازم اعرف العلاقات. هنا البريشر مع الفورس العلاقة ما بينهم طردية ولا عكسية؟ البريجر مع الفورس ما دام بينهم يساوي في نفس الطرف، يعني اتنين بسطة او اتنين مقام مع بعض، يبقى العلاقة ما بينهم طردية. طب يعني ايه طردية بالانجليزي؟ دايركتلي بروبورشنال، يعني لو الفورس زادت البريجر هيزود. طيب علاقة البريجر مع الاريا، علاقة البريجر مع الاريا عكسية، واحدة بسطة واحدة مقام، بينهم يساوي عكسية. يبقى علاقة البريجر مع الاريا عكسية. عكسية يعني ايه؟ انفيرسلي بروبورشنال. طب برضه ما فهمتش عكسية يعني ايه يعني ايه علاقة عكسية؟ يعني لو الاريا زادت البريجر عكسها تقل، لو الاريا قلت البريجر عكسها تزود، وهكذا. طيب احنا قلنا قانون البريجر اهو، البريجر بيساوي اف على ايه. طيب واحنا لسه متكلمين عن التناسب. طب السؤال بيجي لنا ازاي؟ بيقول اف ذا بريجر اف سوري اف ذا فورس انكريز تو تايم، لو الفورس زادت مرتين ايه اللي هيحصل للبريجر؟ يبقى انكريز تو تايمز نفسه. لو الفورس قلت مرتين يبقى البريشر هيقل مرتين. طيب الكلام ده مع الاريا بقى، احنا قلنا البريشر مع الاريا عكسي، يعني لو الاريا زادت مرتين البريشر هيقل مرتين، الاريا زادت 3 مرات البريشر هيقل 3 مرات. طيب يلا نكمل. او لازم اعرف ان البريشر سكيلر كوانتيتي. قلنا كلمة سكيلر يعني ايه؟ كلمة سكيلر ديت معناها كمية قياسية ليها ماجنتيود بس ملهاش دايركشن. طيب احنا من ضمن الحاجات اللي قلناها ان الوحدة هي نيوتن على المتر المربع، دي الستاندر يونت، الوحدة الدولية لقياس الضغط. طيب النيوتن على المتر المربع بيعادل حاجة اسمها الباسكال. السؤال بيجي ازاي هنا؟ يبقى هنا الواحد باسكال بيعادل كام نيوتن على المتر المربع؟ بيعادل 1 نيوتن على المتر المربع يا شباب. يبقى السؤال هنا بيجي لك 1 باسكال is corresponding to 1 نيوتن تقسيم متر مربع ولا سنتيمتر مربع ولا ملي متر مربع ولا نص متر مربع؟ لا، 1 باسكال معناها 1 نيوتن على المتر المربع. طيب الضغط بيتغير؟ اكيد طبعا الضغط بيتغير. الضغط بيتغير نتيجة مين؟ معروف ان الضغط بيتغير نتيجة الالتيتيود او تشينج ان التيتيود،
يعني ايه تشينج ان التيتيود؟ يعني التغير في الارتفاع. ازاي الكلام ده؟ كل ما اطلع لفوق، كل ما اطلع لفوق كل ما الضغط يقل، بريشر ديكريز. كل ما انزل لتحت بشكل عام البريشر انكريز. والسؤال ده او جه سؤال على القصه دي السنه اللي فاتت، كان بيقول as we go higher، كل ما طلعنا لاعلى the pressure will increase ولا decrease؟ لا، as we go higher the pressure decrease. طيب the deeper you go، كل ما تنزل لتحت سواء في الهواء او في مثلا في الميه، كل ما انزل لتحت كل ما الضغط يزود. يبقى the deeper you go the greater is the pressure، the higher you go the lower is the pressure. يبقى احنا قلنا بشكل عام في variation in pressure. يعني ايه variation؟ يعني اختلافات في الضغط او تنوع في الضغط، الضغط قيمته مش ثابت. طيب الضغط اللي على الارض اسمه ايه؟ اسمه الاتموسفيريك بريشر. طب ده جاي نتيجة مين؟ جاي نتيجة وزن عمود الهواء، او جاي نتيجة ضغط الهواء، ضغط الهواء على الكرة الارضية او علينا احنا بصفة عامة. طيب احنا بنقدر نحس بالفاريشنز دي؟ احنا قلنا فاريشن يعني اختلافات. لما تكون راكب طيارة، الطيارة بتقلع سريعا بالشكل ده كده، طبعا الضغط في المنطقة دي غير الضغط في المنطقة دي، بيحصل فيه رابيد تشينج. يعني ايه رابيد تشينج؟ بيحصل فيه تغير سريع في الضغط، فبالتالي اذن الانسان بيحصل لها تسكر. عشان كده انت your ears bob while taking off or landing. نتيجة مين؟ نتيجة الفاريشن ان ذا بريشر. وقلنا الكلام ده بيحصل في تغيرات في الضغط سواء في الاير او في الووتر. طب ايه علاقه الضغط في الووتر يا شباب؟ بيزيد كل ما بنزل لتحت. يبقى ذا ديبر يو جو، مهمه جدا المعلومه دي، ذا جريتر از ذا بريشر. طيب هنا برضو بيكلمني عن الكثافه. طبعا كلنا عارفين الكثافه اللي هي مين؟ بسميها بالانجليزي دينستي. طيب دينستي قلنا يعني الكثافه. ايه هي كثافه الماده؟ اول حاجه بنرمز لها بالرمز رو، وبتساوي كتله الماده على حجم الماده، يبقى بتساوي الماس على الفوليوم. انا قلت من خلال القانون اقدر اطلع بالتعريف، يبقى اذا الرو اللي هي الدينستي هي الماس بير يونت فوليوم، يعني هي كتله وحده الحجوم من الماده. قلت برضو من خلال القانون اطلع بالتعريف واطلع بوحده القياس، الماس بالكيلو جرام دي الاس اي يونت، على الحجم الوحده الدوليه بتاعته متر مكعب. يبقى اذا كيلو جرام على المتر المكعب هي الستاندرد يونت او الاس اي يونت للكثافه اللي هي الدنستي. طيب هنا بيقول لي ايه بقى؟ موست دايفرز كانوت دايف مور ذان 30 متر. الغطاسين يا شباب بيقدروا ينزلوا تحت في الميه، دول الغطاسين العاديين، لمسافه بس مقدارها 30 متر. دول الغطاسين، لكن في غطاسين محترفين بيقدروا ينزلوا اكتر من كده كمان. لكن الغطاسين اللي هم العاديين قلنا 30 متر. طب ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان احنا كل ما ننزل لتحت كل ما الضغط يزود. ففي ناس بتتحمل الضغط ده وفي ناس ما بتتحملش. يبقى النورمال ان 30 متر ده اقصى ازاحه او سوري اقصى مسافه بيقدر يغوصها الغطاسين العاديين. ليه؟ نتيجه زياده الضغط. وهناخد كمان شويه ان ال 10 متر اللي بنزلهم الضغط فيهم بيزداد بمقدار 1 اتموسفير. والاتموسفير ديت وحده قياس ولكنها غير دوليه. طيب اللهم صل وسلم وبارك على محمد. يبقى هنزل 10 متر الضغط هيزيد بمقدار 1 اتموسفير. طب هنزل 20 متر الضغط هيزيد بمقدار 2 اتموسفير. كل 10 متر بيقابلها ضغط مقدار 1 اي تي ام. واحد ضغط جو. هنزل كمان 10 متر الضغط هيزيد كمان 1 اي تي ام. وهكذا. طيب انا هتكلم بعد كده عن مبدا باسكال، ومبدا باسكال ده بيتكلم لي يعني ايه؟ بيتكلم لي ان احنا ازاي نجيب الضغط عند نقطه في بطن سائل، كذلك الحال ازاي بجيب فرق الضغط عند نقطتين في بطن سائل. الموضوع بسيط. اولا لازم اعرف المعلومه دي. لما يكون عندي 2 بوينتس مثلا، ليكن بوينت 1 وبوينت 2، ال 2 بوينتس دول ات سيم ليفل. يعني ايه ات سيم ليفل؟ في نفس المستوى، ان سيم ليكويد، وفي نفس السائل. يعني مثلا نقطه 1 ونقطه 2 زي ما احنا اتكلمنا، نقطه 1 ونقطه 2 ما دام في نفس المستوى وفي نفس السائل يبقى الضغط عندهم ماله يا شباب؟ يبقى الضغط عندهم متساوي. طيب
احنا قلنا لو انا مثلا نرجع مرجوعا، عندي نقطة تالتة هنا، ولتكن هنا، ولتكن هنا، هل الضغط عند النقطة التالتة دي بيساوي الضغط عند النقطة الأولى؟ أكيد لا. احنا قلنا the deeper you go the greater is the pressure. طيب ازاي بنجيب ضغط السائل؟ ضغط أي سائل بيجي من العلاقة دي، رو في الجي في الاتش. طيب مين الرو؟ رو كثافة السائل التنستي. مين الجي؟ معروفة الاكسلريشن ديو تو جرافيتي. مين الاتش؟ عمق النقطة اللي احنا بنجيب عندها الضغط. يعني مثلا أنا بجيب الضغط عند النقطة دي، يبقى ده كده الاتش بتاعي، ارتفاع السائل فوق النقطة دي. طيب فرق الضغط بين نقطتين في باطن سائل، رو في الجي في الاتش او رو في الجي في الدلتا واي. اهملوا لي السوالف دي. يبقى فرق الضغط بين نقطتين ازاي؟ انا عندي مثلا وليكن ده سائل اهو، ادي النقطة واحد، وليكن عندي نقطة واحد والنقطة اتنين. فرق الضغط ما بينهم بيساوي ايه؟ رو في الجي في الدلتا واي. يعني ايه دلتا واي؟ دلتا واي اللي هو المسافة ما بين النقطتين دول، دي كده الدلتا واي. طيب وعمنا باسكال قال لنا برضو شيء مهم جدا جدا جدا، قال لك الدلتا بي اللي هو فرق الضغط ده بيتناسب طرديا مع الدلتا واي. يعني ايه؟ يعني كل ما زادت المسافه بين النقطتين، كل ما زادت المسافه بين النقطتين كل ما زاد فرق الضغط. انا عندي نقطتين دول او ثلاث نقاط دول بالترتيب، واحد اثنين ثلاثه، فرق الضغط بين واحد واثنين اقل من فرق الضغط بين واحد وثلاثه. ليه؟ أو فرق الضغط بين واحد وتلاتة أكبر من فرق الضغط بين واحد واتنين. طيب إيه السبب؟ لأن كل ما بتزيد الـ vertical distance اللي هي الدلتا واي كل ما يزيد فرق الضغط، قلنا التناسب ما بينهم طردي. طيب وهنا برضو عمنا باسكال قال لك إن ثابت التناسب هنا هو الرو في الجي. طب إيه الرو وإيه الجي؟ قلنا الرو كثافة السائل، الجي الـ acceleration due to gravity. يبقى الـ product of density and the gravitational acceleration هو ده ثابت التناسب ما بين الدلتا بي والدلتا واي. ولازم نعرف ان العلاقه طرديه ما بين الاثنين يا شباب. نرجع مرجوعنا للبريشر ان ليكويدز ويز فيزيبل او ويز فيزيبل سيرفيس. طيب الكلام ده معناه ايه؟ يعني ايه فيزيبل سيرفيس؟ يعني سطح مكشوف، سطح مرئي، يعني احنا بنقدر نشوف سطح السائل ده. الضغط في الحاله ديت بيساوي يا شباب، انا عندي ادي ده سائل كده مكشوف، عايز اجيب الضغط عند النقطه دي، بناظر طبعا ده سائل، بناظر ايه اللي فوق النقطة دي؟ سائل. قلنا ضغط أي سائل رو في الجي في الاتش، يبقى الضغط عند النقطة ديت بيساوي رو في الجي في الاتش زائد مين؟ ايه اللي فوق السائل؟ هواء. ضغط الهواء اللي هو البي اتموسفير، الضغط الجوي. نسينا نتكلم عن الضغط الجوي. الضغط الجوي ده بيساوي 1.13 ب 10 اس 5 باسكال. يبقى ده الضغط الجوي. الضغط الجوي ده ثابت عند مستوى سطح البحر في الظروف القياسيه. في عده عوامل بتاثر على الضغط الجوي زي درجه الحراره والمكان والكلام ده كله. ماشي الحال يا شباب؟ يبقى الضغط الجوي ثابت عند مستوى سطح البحر في الظروف القياسيه. مقداره 1.13 في 10 اس 5 باسكال. طيب انا قلت علشان اجيب الضغط عند النقطه في باطن سائل، والنقطه اللي انا بحددها دي، بشوف ايه اللي فوق السائل او ايه اللي فوق النقطه دي. ايه اللي فوق؟ اللي فوق النقطه دي سائل. ما دام في عندي سائل يبقى ضغطه رو جي اتش. طب السطح مكشوف، ايه اللي بيضغط على السائل من فوق؟ الهواء. يبقى زائد بي اي تي ال. انا قلت الاتش شغاله هتحط دي مكانها شغاله، تحط واي مكانها شغاله. المهم ان احنا نعبر عن الارتفاع سواء بالدي او بالاتش او بالواي. طيب واحنا قلنا بشكل عام الضغط عند نقطه في باطن سائل، او لما يكون مثلا نفس السائل ونقطتين في نفس المستوى، يبقى الضغط عندهم متساوي. وده لا يعتمد على doesn't depend on the shape of fluid container. ملوش علاقه بمين؟ ملوش علاقه بشكل الوعاء، ملوش علاقه بشكل الوعاء. ما دام النقطتين في نفس المستوى خلاص يبقى الضغط عندهم متساوي. طيب نرجع مرجوعنا ناخد اكزامبل بسيط كده. هنا بيقول from Pascal's principle show how can you measure the height of atmosphere pressure. السؤال هنا بيقول لك من خلال مبدأ باسكال،
عايز اعرف ازاي تجيب ارتفاع الهواء او ارتفاع الغلاف الجوي بشكل عام. احنا قلنا ضغط اي مائع مش اي سائل، رو في الجي في الاتش ماشي، في الواي ماشي، في الدي ماشي. طيب الضغط الجوي احنا لسه متكلمين عن مقداره كام؟ 1.13 في 10^5. طيب ضغط الهواء بيساوي كثافة الهواء في الجي في ارتفاع الهواء. رو الاير موجودة عندي في السؤال اهي 1.2 في الجي ب9.8 في الاتش اللي احنا عايزين نحسبه. يبقى انا هنا عايز اجيب الاتش او عايز اجيب الواي. يبقى الواي بتساوي ايه؟ البعيد تقسيم القريب او خوي المجهول في المقام. مين هنا خوي المجهول؟ الرو في الجي هتنزل في المقام والباقي في البسط زي ما احنا شايفين. طب البي اتموسفير عندي 1.13 في 10^5. كثافه المائع اللي هو الهواء عندي 1.2. الجي ثابت 9.8. وكلمه مائع بسميها فلويد. طب وكلمه مائع بس عشان نبقى عارفين عشان هناخدها في الشابتر اللي جاي، اني سبستانس ذات كان فلو. يعني ايه اني سبستانس كان فلو؟ يعني اي ماده تقدر تتدفق بسميها مائع. وكلمه فلويد تشمل الجازس والليكويدز، لان الغازات بتتدفق كذلك الحاله السوائل بتتدفق. يبقى احنا بنقول الكلام ده عشان هنحتاجه بعدين. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نجيب ارتفاع الغلاف الجوي. طيب انا قلت الوحدة الدولية لقياس الضغط هي الباسكال اللي هي بتعادل نيوتن على متر مربع. طيب في وحدات تانية غير دولية؟ انا قلت الوحدة الدولية بسميها اس اي يونت او ستاندرد يونت. اما النون ستاندرد الوحدات الغير قياسية كتير هنتكلم عنها في اخر المحاضرة. المليمتر زئبق او البار او التور او الاتموسفير او الواحد او البي اس اي. البي اس اي ديت مش موجودة في الكتاب خالص. يبقى احنا نعرف المليمتر زئبق والبار والتور والاتموسفير وهنتكلم عنها وعن التحويلات في اخر المحاضر. طيب في بعض الضغوط او في كذا ضغط ممكن يقاس بالمليمتر زئبق. زي مين؟ زي ضغط الدم. بنروح نكشف مثلا على سبيل المثال لما نكون تعبانين لا قدر الله، الدكتور يقول لك او الممرض يقول لك ضغطك 120/80، ضغطك مظبوط. طب 120/80 ديت وحدة قياس الضغط ده ايه؟ بالمليمتر زئبق. طيب مهمة جدا المعلومة ديت برضو اللي جاية ديت ودايما تيجي في الاختبارات يا شباب. في حاجة اسمها الجوج بريجر. طيب جوج بريجر معناها الضغط مين؟ الضغط النسبي. علشان نفهم يعني ايه جوج بريجر ركزوا معايا. أنا عندي نقطة في بطن سائل والسائل ده مكشوف. الضغط هنا هيساوي ايه؟ الضغط على عمق اتش اللي هو عمق النقطة ديت. بس قلت بناظر ايه اللي فوق النقطة ديت؟ سائل. ضغط اي سائل روج اتش زائد ايه اللي فوق السائل؟ هواء. يبقى زائد ضغط الهواء. اللي انا جبته ده اسمه ايه؟ اسمه الابسوليوت بريجر. يعني ايه الابسوليوت بريجر؟ يعني كامل الضغط. اما في حاجة اسمها جوج بريجر اللي هي دي، قال لك هو الضغط ريلاتيف تو اتموسفيريك بريجر. يعني ايه ريلاتيف تو اتموسفيريك بريشر؟ يعني بالنسبه للضغط الجوي او بدون الضغط الجوي. يبقى هنا البي جوج في الحاله اللي احنا بنحكي عنها دي، البي جوج هنا هيساوي ايه؟ هيساوي الضغط ولكن بدون الضغط الجوي. يعني رو في الجي في الاتش فقط او رو في الجي في الدي فقط. يبقى الجوج بريشر ده بريشر من غير الضغط الجوي. بيسال في الاختبار فيها ازاي؟ بيقول لك ذا بريشر ريلاتيف تو اتموسفيريك بريشر، يعني بدون الضغط الجوي. الضغط بدون الضغط الجوي بسميه جوج بريشر. واضف الى معلوماتك ان الجوج بريشر يجي بوزيتيف ويجي نيجاتيف. يعني ايه يجي بوزيتيف؟ يعني او امتى يجي بوزيتيف وامتى يجي نيجاتيف؟ لو قيمته اكبر من الضغط الجوي بيصير بوزيتيف، لو قيمته اقل من الضغط الجوي بيصير نيجاتيف. ماشي الحال؟ يبقى هنا البي جوج في الحاله ديت في حاله الاكزامبل اللي احنا لسه شارحينه ده رو في الجي في الاتش فقط. احنا قلنا هو الضغط مين؟ الضغط بدون الضغط الجوي. ومن هنا هنعرف ان البي ابسوليوت بشكل عام
بيساوي الرو جي اتش اللي هي دي اللي هو البي جو زائد الضغط الجوي. طيب يبقى البي جو بيساوي ايه؟ بيساوي البي ابسوليوت ناقص الضغط الجوي. يبقى اهم شيء هنا اعرفه، اهم شيء هنا اعرفه ان الجوج بريجر هو الضغط بدون الضغط الجوي، هو الضغط بدون الضغط الجوي يا شباب. يلا نكمل القصه بتاعتنا. وات از ذا بريجر 10 متر بلو ذا سيرفس اوف اليك. طب هو عايز ايه؟ هو عايزنا نجيب مهمه، السؤال ده برضو جه في الاختبار قبل كده، بيقول لي ايه هو الضغط على عمق 10 متر في بحيره. طب عشان نعرف الإجابة أنا قلت أنا بشوف وليكن دي البحيرة. طيب هو عايز الضغط على عمق كام؟ 10 متر، أدي 10 متر. طبعا في الاختبار هيجيب لنا كثافة المية في الحالة ديت، وهيجيب لنا كثافة المية. طبعا كثافة المية معروفة بألف، وهيجيب لنا كمان الضغط الجوي، هيقول لك الضغط الجوي بيساوي كذا. طب احنا عايزين نحسب الضغط عند النقطة دي. أنا قلت الضغط عند النقطة في بطن، الضغط عند أي نقطة في باطن سائل بشوف إيه اللي فوق النقطة ديت؟ مية، يبقى رو في الجي في الاتش للمية. إيه اللي فوق المية؟ هوا، يبقى زائد بي الهوا اللي هو البي اتموسفير. عندي كثافة المية 1000 أهي، أعوض عندي ب 1000. الجي ب 9.8 او 10 على حسب ما يحكي لك. الاتش ب 10 متر لانه قال لك احسب الضغط على عمق 10 متر، زائد البي اتموسفير اللي هو قيمته ثابته برضه بيعطيك اياها في السؤال 1.13 ب 10 اس 5. ونعوض هيطلع لي قيمه الضغط عند 10 او عند عمق 10 متر. طب ركزوا معايا في المعلومه اللي هتيجي. في الاختبار بيقول لك جاب نفس السؤال بس قال لك نجلكت الاتموسفيريك بريشر. يعني ايه نجلكت الاتموسفيريك بريشر؟ يعني احسب حسبتك واهمل الضغط الجوي. يبقى هنا في الحاله لو قال لي نجلكت، لو قال لي نجلكت اتموسفيريك بريشر هلغي دي، يبقى روف الجي في الاتش بس. طب ممكن الغي ديت امتى تاني؟ ممكن الغي ديت لو قال لك هات الجوج بريشر. احنا قلنا الجوج بريشر هو الضغط بدون الضغط الجوي. يبقى هنا البي على عمق 10 متر بيساوي الرو جي اتش لو قال لي اهمل الضغط الجوي، او لو قال لي هات الجوج بريشر بس. اما هنا ما قاليش ولا دي ولا دي، يبقى اذا الضغط هنا بيساوي كامل الضغط بي اتموسفيريك زائد الرو في الجي في الاتش. عايز تسميها رو في الجي في الدي، ماشي الاثنين صح. ركزوا معايا جدا بقى هنا. طبعا مفيش سؤال هيجي لنا بالشكل ده كده، ولكن اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان في حاجه اسمها باروميتر. الباروميتر جهاز بياخد الشكل ده كده شباب، عباره عن انبوبه زي ما احنا شايفين. انبوبه اهي اللي فوق دي انبوبه، في الكلوزد اند لفوق والاوبن اند تحت في ريزرفوار. ريزرفوار يعني ايه؟ الريزرفوار يعني خزان، والخزان ده فيه سائل عالي الكثافة. السائل عالي الكثافة اللي هو هنا هو الميركري. ميركري طبعا كلنا عارفين ميركري يعني الزئبق. رمز الزئبق الكيميائي اتش جي. وكثافة الزئبق يا شباب، علشان كده بقول لك الملي متر زئبق، ملي متر اتش جي. طيب شو اسمه؟ اللهم صل وسلم وبارك على محمد. قلنا كثافة الزئبق عالية جدا بتساوي 13600. اعلى سائل كثافة هو الزئبق 13600. طيب مهم جدا تعرف المعلومة دي، ان الباروميتر بيسأل فيها في الاختبار، بيستخدم لقياس الضغط الجوي. وهنعرف الحين طريقة، ولازم اعرف ان السائل المستخدم هو مين؟ هو الميركري. طب ليه الميركري؟ لان كثافته عالية، وكثافته عالية ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا هنعرف الحال، هنعرف ليه لازم نستخدم سائل كثافته عالي. طب احنا قلنا الجهاز ده بيستخدم لقياس الضغط الجوي، اه الكلام ده مظبوط. ادي الجهاز بتاعي اهو بالشكل ده كده.
ايه الفكره اللي عندي؟ الفكره اللي عندي ان انا عندي مثلا وليكن هنا اهو النقطه ديت هسميها ايه، وعندي نقطه تانية هنا اسمها بي. الجرح مش عايز النقطه ديت هسميها بي. طب ايه علاقه النقطه ايه بالنقطه بي؟ النقطه ايه بالنقطه بي؟ نقطتين at the same level in the same liquid. احنا اتفقنا في الحاله ديت البي اي هيساوي البي بي. طيب بناظر ايه اللي فوق النقطة ايه وايه اللي فوق النقطة بي؟ طبعا ده زئبق، الزئبق هيرتفع في الانبوبة اللي عندي هنا مثلا وليكن. شيء طبيعي ان السوائل بترتفع في الانابيب الشعرية. طيب هنا الضغط عند النقطة ايه؟ ايه اللي فوق النقطة ايه؟ هواء. يبقى الضغط عند النقطة ايه بيساوي ضغط الهواء البي اتموسفير اللي احنا عايزين نحسبه، هيساوي الضغط عند النقطة بي. طب ايه الضغط عند النقطة بي؟ ايه اللي فوق النقطة بي يا شباب؟ زئبق. ضغط اي سائل قلنا رو في الجي في الاتش. طب ازاي بقى الكلام ده بقى ازاي الجهاز ده بيستخدم لقياس الضغط الجوي؟ معروف كثافه الزئبق 13600، معروف ان الجي 9.8. كل اللي فيها بس ان هم بيحسبوا الارتفاع والانبوبه ديت بتبقى سكيلد كده مدرجه، بيحسبوا الارتفاع ويعوضوا في المعادله. في الظروف العاديه احنا قلنا الضغط الجوي بيساوي 1.13 في 10^5 باسكال، وقلنا الكثافة 13600 في الجي 9.8 في ارتفاع عمود الزئبق هنا اللي هو في الظروف القياسية بيكون كام؟ 0.76 متر. يبقى في الظروف القياسية ارتفاع عمود الزئبق في الجهاز ده مين؟ 0.76 متر. ركزوا معايا بقى، يبقى انا قلت هما بس بتوع الارصاد بيحسبوا ارتفاع الزئبق هنا، بيحسبوا ارتفاع الزئبق هنا ويعوضوا في المعادله، عندهم الرو وعندهم الجي وبيقيسوا الاتش وبيطلعوا لنا الضغط الجوي كل يوم. انا قلت في الظروف القياسيه العاديه الضغط الجوي ثابت ما بيتغيرش اللي هو 1.13 في 10^5 باسكال. طب انت قلت لي احنا بنستخدم هنا سائل عالي الكثافه زي الزئبق، ايه الحكمه من استخدامنا للزئبق؟ بص الزئبق بيخلي لي المنطقه ديت ما فيهاش بخار. ازاي يعني ما فيهاش بخار؟ اللهم صل وسلم وبارك. الزئبق السائل عالي الكثافه بشكل عام الهاي دينستي فلويد، السائل اللي هو كثافته عاليه دايما الفيبر بريشر عنده منخفض جدا. يعني ايه الفيبر بريشر؟ ضغط البخار بتاعه منخفض جدا يكاد يكون صفر. يعني السائل العالي الكثافه زي الزئبق اللي احنا بنستخدمه هنا ما بيتبخرش، فدايما ضغط المنطقه ديت بيساوي كام؟ بيساوي صفر. فاذا الضغط عند النقطه دي اللي هي النقطه بي، فبالتالي الضغط عند النقطه بي اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، الضغط عند النقطه بي اللي هي هنا اهو، الضغط عند النقطه بي بيساوي ضغط الزئبق فوق النقطة دي اللي هو رو في الجي في الاتش. طيب والمنطقة ديت ما فيها ايفاكويتد، يعني ايه ايفاكويتد؟ يعني مفرغة ما فيهاش أي شيء. يبقى ضغطها بيساوي هنا الضغط في النقطة عند النقطة ديت بيساوي صفر. وهو المطلوب إن لازم يكون الضغط عند النقطة ديت بيساوي صفر. علشان كده بنستخدم سائل عالي الكثافة زي الزئبق علشان ما بيتبخرش. طيب ما ينفعش نستخدم مية يا شباب. ما ينفعش نستخدم ميه، لا ما بنستخدمش هنا ميه. ليه؟ لان الميه كل شويه هتتبخر، فبالتالي هتملالي المنطقه ديت بالبخار، فبالتالي القياسات عندي هتطلع غير دقيقه. طيب نرجع مرجوعنا للسؤال. في السؤال يا شباب بيقول لي ايه؟ قال لك استخدم مبدا، خلاص عرفنا البارومتر وبيستخدم في ايه وكده. بيقول لي استخدم مبدا باسكال علشان تحسب الهايت اوف ميركري باروميتر، وقال لك الضغط الجوي 1.13 في 10^5. احنا قلنا في الباروميتر الضغط الجوي بيساوي رو في الجي في الاتش. طب في حاله الزئبق كثافه الزئبق طبعا الضغط الجوي اهو 1.13 في 10^5، طبعا الرو 13600 بالنسبة للزئبق، في الجي 9.8 في الاتش اللي انا عايز احسبه.
وهنا الضغط الجوي 1.13 في 10 اس 5. طب انا عايز احسب الاتش، قلت خوي المجهول في المقام. مين خوي المجهول في الحاله ديت؟ خوي المجهول اللي هو الاتش الرو في الجي اللي هي 13600 ضرب الجي اللي هي 9.8. طيب مين في البسط الضغط الجوي المعتاد 1.13 في 10 اس 5؟ هنعملها بالحسب تطلع معايا 0.76 من 100 متر. يبقى ارتفاع عمود الزئبق في الانبوبه دي نتيجة الضغط الجوي اللي هو 1.13 في 10 أس 5 هيطلع لي 76 من 100 متر. ماشي يا شباب؟ قال لك نفس الكلام، بس هنفترض ده في المطلوب بي. هنفترض إن السائل مية. السائل مية يعني إيه؟ يعني هعوض بالرو في الجي في الإتش في المية. طيب نفس الكلام بس هعوض عن رو المية بألف. والجي ب 9.8 في الاتش اللي احنا عايزين نحسبه. انا قلت الاتش هيساوي ايه؟ الاتش هيساوي ايه هنا اهو؟ البعيد عن القريب بي اي تي ام على الرو في الجي. البي اي تي ام عندك قيمتها. احنا هنا بنتكلم عن الميه، كثافه الميه 1000. الجي ب 9.8 هتطلع معاك بالحسب 10.3. يبقى لو استخدمنا ميه عايزين انبوبه طويله جدا ارتفاعها اكتر من 10 متر. طيب في أول المحاضرة اتكلمنا عن الضغط وقانون الضغط. هنا هنتكلم عن المطلوب سي، بس يعني ما بتجيش بالشكل ده كده. قلنا البي بيساوي اف على ايه؟ ضغط أي جسم بيساوي القوة اللي بيأثر بيها على مساحة معينة أو على المساحة. والقوة ديت ممكن تكون قوة وزن. يعني مثلا لو أنا عندي جسم صلب بيأثر على مساحة، أو جسم صلب متكئ مثلا على ماصة أو على أي شيء، الضغط اللي بيعمله الجسم ده بيساوي وزنه على المساحة اللي بيأثر عليها. طيب معروف ان الوزن يا شباب، الوزن بيختلف عن الكتلة، يبقى ام في الجي والايه زي ما هي يعني. يبقى ام جي يعني ايه؟ يعني الوزن. الوزن بيساوي الكتلة في تسارع الجاذبية الأرضية. فلو مدينا كتلة جسم اقدر وبيأثر على مساحة معينة، اقدر اجيب الضغط بتاعه. الضغط بيساوي كتلته في تسارع الجاذبية على المساحة اللي بيأثر عليها. هنا بيفترض في المطلوب سي ستاندرد مان، قلنا الستاندرد مان كتلته 70 كيلو جرام، وبيأثر على مساحة أو واقف هو على قدميه، ومساحة قدمه بتبقى 4 من 100. يبقى 70 اللي هي الام في الجي اللي هي 9.8 على المساحة اللي بيأثر عليها اللي هي 4 من 100، هيطلع معاك الضغط بتاعه 1.7 في 10 أس 4 باسكال. ده بالنسبة للمسألة ديت يا شباب. طيب خلينا نتكلم عن ملحوظة مهمة. احنا قلنا الضغط بيساوي اف على ايه. في بعض الاحيان بيعطيك المساحة ويقول لك المساحة بالسنتيمتر المربع. لما يعطيني المساحة بالسنتيمتر المربع قلنا لازم نحول دايما للوحدات الدولية، لازم احولها للمتر المربع. ازاي بحول من سنتيمتر المربع؟ يعني متر مربع بضرب في 10 أس سالب 4. من باب العلم بالشيء جت ازاي؟ من سنتيمتر المتر بضرب في 10 أس سالب 2، يعني بقسم على 100. بقسم على 100 معناه ان انا بضرب في 10، يعني بضرب في 10 أس سالب 2. طب هنا تربيع، يبقى عايز احول من سنتي تربيع لمتر تربيع، هربع دي 10 أس سالب 2 تربيع، يعني 10 أس سالب 4. يبقى اضف الى معلوماتك من سنتيمتر مربع الى متر مربع بضرب في 10 أس سالب 4. طب الناس تقول لي بنقسم على 10000، صح؟ طيب في عندي كونسبت كويشن نشوفه عايز ايه. الكونسبت كويشن بيقول لي نوتلس. النوتلس ده حيوان يشبه الجمبري. ماله النوتلس ده يا شباب؟ قال لك رايزس تو ديبس 60 متر. والسؤال ده مرتبط بالسؤال اللي بعديه. بيرتفع الى عمق 60 متر في المحيط. يعني وليكن ده المحيط. قال لك هو بيرتفع عندما يصل لعمق كام؟ 60 متر. يبقى العمق ده 60 متر. وايش المطلوب؟ What is the water pressure at that depth؟ عايز ضغط الميه عند العمق ده. والمعلومه الاهم بقى، ودي اللي لازم نعرفها. المعلومة ديت لازم نعرفها نحفظها.
the pressure in water increase by 1 atmosphere بال 10 متر. يعني كل ما انزل 10 متر كل ما الضغط يزيد 1 اتموسفير. هنزل كمان 10 متر الضغط هيزيد 1، هنزل كمان 10 متر الضغط هيزيد 1، هنزل كمان 10 متر الضغط هيزيد 1، هنزل كمان 10 متر الضغط هيزيد 1. طيب المطلوب عايز الضغط هنا اهو على عمق الضغط عليه على عمق 60 متر. انا بشوف ايه اللي فوق هنا مثلا النوتيلس ده. طيب هو على عمق كام؟ 60 متر. قلنا كل 10 بواحد اتموسفير، يبقى ال 60 بيديني ضغط مقداره كام؟ 6 اي تي ام، 6 ضغط جوي. طب الضغط هنا على السطح بيساوي كام؟ 1 اي تي ام. يبقى الضغط الواقع عليه بيساوي 6 اي تي ام نتيجه ضغط الميه و1 اي تي ام نتيجه ضغط الهواء، يبقى 7 اي تي ام هو الحل الصحيح. ده لما يطلب مني الضغط، الضغط الواقع على الايه؟ على النوتلس ده او الشريمب. طيب المطلوب الثاني كان بيقول لي بقى النوتلس ده حيوان سنسيتيف تو تمبريتشر، يعني هو حساس للحراره، علشان كده بيطلع ليلا يتغذى وينزل تاني بالنهار. قال لك بينزل مسافه مقدارها كام؟ بينزل لعمق 420 متر. طب المطلوب قال لك نتيجه ان هو بيتحرك من 60 من عمق 60 متر لعمق 420 متر، عايزك تجيب فرق الضغط. اول حاجه هجيب الضغط عند 420 متر. الضغط عند 420 متر، ضغط الميه عند 420 متر بيساوي 42، لان كل 10 بيدوني 1 اتموسفير زائد 1 على السطح يبقى 43، يبقى ده البي 2. طب البي 1 على عمق 60، 6 ب 60 معناها 6 اي تي ام. طيب والضغط بتاع الهواء كام؟ 1، يبقى 7 اي تي ام. يبقى فرق الضغط هنا بيساوي 43 ناقص 7 يعني 36 الناتج. هتكلم بعد كده عن حاجة اسمها البلاد بريشر. بلاد بريشر بس عشان نكون فاهمين، ضغط الدم. أولا احنا عرفنا ان اللهم صل وسلم وبارك على محمد ان في حاجة اسمها البارومتر، ده بيستخدم لقياس ضغط، لقياس الضغط الجوي. البلاد بريشر في جهاز بنستخدمه ليه مش علينا بس من باب العلم بالشيء، اسمه سفيجمومانوميتر. طيب قلنا ضغط الدم بنقيسه بالمليمتر زئبق، اتكلمنا عنها قبل كده، ولازم تعرف ان ضغط الدم اكزامبل على الجوج بريشر. يعني لما يقول لك ضغط الدم 120 مليمتر زئبق، ده ضغط الدم صافي بدون الضغط الجوي. طيب في ضغط دم يا شباب او الضغط بصفه عامه بيكون موجود عندي فين في الجسم او فين في الجهاز الدوري؟ الجهاز الدوري اللي هو القلب والاوعيه الدمويه. هو الدم اصلا بيمشي في القلب والاوعيه الدمويه. طيب ضغط الدم بينقسم الى قسمين، سيستوليك ودايستوليك. يعني ايه سيستوليك بريشر؟ مهم جدا تعرفها. بيسموها الضغط الانقباضي، يعني ضغط الدم عندما تنقبض عضلة القلب في اي مكان بقى في الجسم اسمه سيستوليك بريشر. اما الدايستوليك بريشر لا، ضغط الدم عندما ترتخي عضلة القلب. طيب احنا كنا قلنا قبل كده ان الهاي بلاد بريشر، سوري، قلنا ضغط الدم بقى او القلب عباره عن ايه؟ القلب عباره عن عضله كده، وفي حجرات هنا اللي هم الاذين والبطين والحركات دي كلها. اعذرونا على الرسم متاسفين. في حاجه اسمها ارتريز، شرايين، وفي حاجه اسمها فينز او ريدم. الارتريز ديت اللي بتاخد الدم من القلب توزعه على جميع اعضاء الجسم، دي الشرايين. اللي هيدخل صحي بعد كده هيعرف الكلام ده. اما الفينز، الفينز اللي بترجع الدم للقلب مره ثانيه. طيب الدم بيطلع مباشرة من القلب، أول ما القلب ينقبض يخش على الشريان، يبقى إذن الضغط في الشرايين بشكل عام عالي. طيب بعد كده بيروح أعضاء الجسم كلها ويرجع تاني يدخل الأوردة اللي هي الفينز، يبقى إذن الضغط في الفينز منخفض. يبقى الضغط يقسم إلى منطقتين، منطقة الشرايين ومنطقة الأوردة. البلاد بريشر هاي فين؟
عالي فين في الشرايين. طيب ضغط الدم الانقباضي اللي هو السيستوليك بريشر 120 ملم زئبق، ده في الشرايين. الدايستوليك في الشرايين 80 ملم زئبق، والكلام ده بيعادل بالباسكال 10.7 من 10 كيلو باسكال اللي هو ال 80، وهنعرف كمان شويه ازاي بنحولها. وال 120 16 كيلو باسكال. يبقى ده ضغط الدم فين يا شباب؟ في الارتريز. في الارتريز يعني ايه؟ في الشرايين. وضغط الدم في الشرايين شيء طبيعي ان هو يكون عالي، اعلى من ضغط الدم في الفينز. طب انت كاتب لي كلمه بالمونري سيركت، يعني ايه بالمونري سيركت؟ مش موضع سؤال، بس لازم تعرف بالمونري سيركت اللي هي دوره الدم من القلب الى الرئتين والعكس صحيح، دي اسمها البالمونري سيركت. يبقى ضغط الدم اللي رايح للرئتين واللي جاي من الرئتين وضغط الدم اللي جاي من جميع اعضاء الجسم، ده بسمي او ده بيكون منخفض. طيب السيستوليك كام؟ السيستوليك 25 ملم زئبق، ده بيعادل بالكيلو باسكال 3.3. الدايستوليك ده بيعادل بالكيلو باسكال 1.3، وده ضغط الدم في الاورده عندما يرتخي القلب. اما السيستوليك ضغط الدم في الاورده عندما ينقبض القلب. طب هنا بيقول لك ايه بقى النوتس ديت؟ كل البلاد بريشر فاليو ار بوزيتيف. دايما الجوج بريشر او البلاد بريشر، هو اصلا البلاد بريشر اكزامبل على الجوج بريشر. يعني ايه جوج بريشر؟ يعني ضغط الدم ده اللي هو ال 120 ملم زئبق عباره عن ضغط الدم نفسه من غير الضغط الجوي. طب هنا بيقول لك في كثير من او في دايما الجوج البلاد بريشر بوزيتيف، الا في حال لانه دايما اعلى من الاتموسفيريك بريشر، الا في حاله وحيده لما الشخص يكون في حاله السوباين اللي هو اللي هو مستلقي على الارض تماما، ممكن يجي ضغط الدم نيجاتيف. ما علينا، مش موضوع سؤال برضه. طب ضغط الدم دي برضه مش موضوع سؤال بس نعرفه. هنا بيقول لي ان ضغط الدم بيختلف باختلاف العمر. طبعا الولد الصغير ضغط الدم بتاعه لا يتعدى ال 100. اما مثلا الادلت اللي هم الاشخاص العاديين الشباب اللي زي حالاتكم 120 على 80، النورمال 120 سيستوليك. اما الشخص الاكبر شويه اللي هو فوق ال 30 يصل الى 130 طبيعي. اللي فوق ال 40 ممكن يجيب 140. بعد كده في المراحل دي، يعني في المراحل دي في الادلت اكتر من 120 يبقى الشخص ده عرضه ان هو الشخص ده عرضة لمرض ضغط الدم. طب يلا نكمل كلام. هنا بيقول لي ايه بقى؟ اكزامبل، طبعا احنا قلنا قبل كده ان الاكزامبل مش بتيجي بالشكل اللي هو بيتكلم فيه. بس هنا الزبدة بتاعت الكلام ده بس علشان ما نطولش. بيقول لي احسب فرق الضغط في الحالتين. الحالة الأولى عايز فرق ضغط الدم ما بين المخ او الدماغ والقدم. فرق ضغط الدم قلنا رو في الجي في الدلتا اتش. هنا بتكلم عن ضغط الدم، يبقى رو دي بتاعت الدم، جي تسارع الجاذبيه الارضيه، اتش فرق ارتفاع الدم ما بين المخ والقدمين. قال لك الفرق الارتفاع ما بين المخ والقدمين 1.73، ولكن كثافه، هنا الرقم ده مكتوب غلط، هنا كثافه الدم كام؟ 1.6 من 100، بس جرام على السنتيمتر المكعب. لازم تعرف للتحويل، بنحول للوحدة الدولية من جرام على السنتي إلى كيلو جرام على المتر المكعب، بضرب في 1000 علشان تعرفوها. أدي جرام وأدي سنتيمتر مكعب، عايز أحول لكيلو جرام على المتر المكعب. من جرام إلى كيلو جرام بضرب في 10 سالب 3، يعني معناها بقسم على 1000. من سنتيمتر مكعب الى متر مكعب بضرب في 10 سالب 6، معناها بقسم على مليون. ال 10 سالب 6 تطلع في البسط هنا بس بعكس الاشاره، اصبح عندي 10 سالب 6 ضرب 10 سالب 3، ادي 10 وبنجمل 6 زائد سالب 3 يبقى 3. يبقى انا هنا هضرب ال 1.6 من 100 في 1000 علشان احول لوحده الدوليه لقياس الكثافه. طب يلا كده نضرب الواحد وستة من مية في 1000، هيطلع لك 1060. يبقى ديت كثافة الدم يا شباب اهي.
في الجي اللي هو تسارع الجاذبية الأرضية 9.8، في الاتش أو في فرق الارتفاع 1.73. طيب الدلتا بي في الحالة التانية بقى، في حالة فرق الضغط ما بين القلب والقدم. طبعا القلب والقدم فرق الارتفاع ما بينهم مش زي المخ والقدم، نفس الكلام بس فرق الارتفاع هنا 1.22. هنعملها بالحسبة تطلع معايا النتيجة. ماشي يا شباب، ده بالنسبة لضغط الدم بشكل عام وازاي بنحل المسائل. نركز مع بعض في الجزئية ديت عشان جدا مهم. عمنا باسكال اتكلم هنا عن مبدأ باسكال. باسكالز برنسبل أول حاجة قالها إن الدلتا بي بتساوي رو في الجي في الدلتا واي، ده فرق الضغط بين نقطتين في بطن سجن، وقال لك إن الدلتا بي بروبورشنال تو الدلتا واي، تتناسب طرديا مع الدلتا واي. قلنا ثابت التناسب اللي هو density of the fluid multiply أو برودكت الجي ضرب الجي. طيب قال لي إيه كمان باسكال؟ قال لك بالنسبة لو أنا عندي confined ideal stationary fluid، لو عندي confined fluid يعني إيه confined fluid؟ يعني سائل زي ما احنا شايفين في الرسم ده، سائل هنا كده، ولكن السائل ده في اناء مغلق، ما ده معنى كلمه confined fluid. ايه اللي بيحصل؟ قال لك البريشر مهمه جدا تعرفها دي برضه، transmitted undiminished، الضغط بينتقل غير منقوص في جميع اجزاء الفلويد، كذلك الحاله على الول اوف كونتينر. في الاختبار بيشيل لي كلمه بريشر ويحط فورس، يقول لك مبدا باسكال بينص على ان الفورس بتنتقل غير منقوص بالنسبه للكونفايند فلويد. خطا، يبقى باسكال بيقول لك الضغط هو اللي بينتقل غير منقوص، وما تكلمش عن القوه بتنتقل، لا القوه بتنتقل ممكن تزيد ممكن تقل ما فيش مشكله، لكن البريجر لا، البريجر يا شباب بينتقل غير منقوص. ازاي الكلام ده؟ لو انا عندي اناء هنا، الاناء ده ليه غطا بالشكل ده كده، جيت انا هنا طبقت ضغط وليكن 10 باسكال، ايه اللي بيحصل؟ الضغط عند نقط اي نقطة في بطن السائل بيزداد بمقدار 10، كذلك الحالة على جدران الوعاء بيزداد بمقدار 10، يبقى الضغط عند اي نقطة، الضغط عند اي نقطة في بطن السائل بينتقل غير منقوص. انا زودت هنا الضغط، يبقى الضغط هينتقل غير منقوص لجميع اجزاء السائل، كذلك الحال للول اوف كونتينر. يبقى لازم اعرف ان هو بيقول الضغط، بس كان بيقول الضغط هو اللي بينتقل غير منقوص. طيب وهي ديت فكره عمل الهيدروليك سيستم. يعني ايه الهيدروليك سيستم؟ الانظمه الهيدروليكيه. زي مين؟ زي ما احنا شايفين في الرسم دي اسمها الكار ليفت. وزي مين كمان؟ وزي الدنتست شير. يعني ايه دنتست شير؟ كرسي طبيب الاسنان. احنا بنلاحظ ان طبيب الاسنان بيضغط بالضغطه بسيطه كده على الكرسي، فبالتالي الكرسي بيرتفع لما يكون عليه شخص كمان. طب ايه الفكره؟ الفكره كلها بتعتمد على مبدا باسكال. ازاي؟ خليكم معايا. احنا قلنا لو طبقنا ضغط على سائل في اناء مغلق زي اللي هنا، ايه اللي بيحصل؟ طبعا هنا عندي اثنين مكبس، او الجهاز ده عباره عن اثنين مكبس، ده المكبس الاولاني وده المكبس الثاني. لو انا مثلا عند المكبس الاولاني جيت طبقت ضغط مقداره وليكن 1000 باسكال، وقال لك مساحه المكبس الاولاني 1 سنتيمتر مربع، والقوه ديت اللي هي الاف 1 كانت 1000 نيوتن. طيب احنا قلنا هنا الضغط مقداره 1000 باسكال هينتقل غير منقوص لعند ما يصل للبيستون الثاني. يبقى لعند ما نصل للبيستون الثاني الضغط هينتقل غير منقوص، والضغط عند البيستون الثاني هسميه بي 2. طيب هنا باسكال قال لك يبقى ان البي 1 هيساوي بي 2. الضغط انتقل غير منقوص اهو. احنا قلنا هنا لازم برضه يكون في سائل، والسائل هنا فور اكزامبل بيكون بتروليوم اويل. يبقى هنا شباب في بتروليوم اويل، قلنا بتروليوم اويل يعني زيت،
والمصدر هيفتقد غير منقوص بالشكل اللي احنا شايفينه ده، فبالتالي البي واحد هيساوي البي اتنين. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاف واحد ده معناه ان الضغط عند النقطة واحد بيساوي الضغط عند النقطة اتنين، وده معناه ان الاف واحد على الاي واحد هيساوي اف اتنين على اي اتنين. طيب احنا هنا افترضنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد، او كان الضغط طبعا الاف واحد على اي واحد 1000 باسكال، والاف اتنين على اي اتنين برضو 1000 باسكال. طب يلا نكمل. احنا قلنا الضغط بينتقل غير منقوص، اه بينتقل غير منقوص، يبقى اذا اف واحد على اي واحد بيساوي اف اتنين على اي اتنين. قلت يلا نعوض، يلا نعوض. انا قلنا الاف واحد 1000 على اي واحد واحد، الكلام ده هيساوي. طب اف الاي اتنين هنا المساحة زادت ولتكن 10 10 سنتيمتر مربع على 10 ايه. الاف 2 هيساوي كام؟ طبعا الان ان اوت اوت وليكن مثلا واحد هسميها الان والاثنين هسميها الاوت. يبقى اف 2 اللي هي الاف اوت في الحاله ديت بيساوي ايه؟ هنعمل مقص المضروب في المجهول في المقام، الاف اوت او الاف 2 هنا مضروبه في الاي 1، يبقى الاي 1 في المقام. طيب مين في البسط؟ اف 1 في الاي 2. طب تيجي نحسب كده اف واحد ب 1000. طيب الاي 2 بيساوي كام؟ 10. الاي 1 بيساوي كام؟ 1. 1000 في 10 يعني كام يا شباب؟ 10000. انت هنا عايز توصل لايه؟ عايز اوصل لل 10000 نيوتن. انا جيت هنا طبقت قوه مقدارها 1000 نيوتن، طلعت لي الناحيه الثانيه كام؟ 10000 نيوتن. هي اللي بترفع لي السياره ديت، او هي اللي بترفع لي كرسي طبيب الاسنان بشكل عام. يبقى الضغط انتقل غير منقوص، اه انتقل غير منقوص لعند ما وصل مين؟ للمكبس الثاني، لعند ما وصل للسياره. طيب اف واحد على اي واحد هيساوي اف اتنين على اي اتنين، لان الضغط بينتقل غير منقوص، ولكن القوه على الاي واحد غير القوه على الاي اتنين. طب ده يعتمد لي على المساحه، اه بيعتمد لي على المساحه. اف واحد على اي واحد كانت المساحه صغيره، هيساوي اف اتنين على اي اتنين. انا عايز احسب الاف 2، اعمل مقص اف 1 او اللي مضروب في الاف 2 في المقام اللي هو الاي 1، بعد كده اف 1 في الاي 2. هتعمل مقص هتلاحظ ان الموضوع بيكبر. طيب هنا عايزك توصل لايه بقى؟ ان الاف على الاي بتساوي الضغط، ايوه الاف مع الاي تناسب ما بينهم طردي. طب انت جاي لي واحده بسط وواحده مقام، بينهم يساوي عكسي، اما ما فيش بينهم يساوي طرد. هنا زادت المساحه فهتزداد مين؟ عند ثبات الضغط فهتزداد الفورس. هي دي الفكره يا شباب بشكل عام. يلا نكمل. ده مش موضع سؤال يا شباب، ولكن برضو من باب العلم بالشيء. بيقول لي اوشن جرافر تشوز تو ريبورت ووتر بريشر فاليوز بيلو اوشن سيرفس از بوج بريشر، وات فاليو وود زي ريبورت وين ذا ريفيرنج تو ذا سيرفس ووتر. يعني عايز البي بوج على سطح الميه. البي بوج على سطح الميه بيساوي كام يا شباب؟ بيساوي الضغط الجوي. يبقى البي بوج هو الضغط بدون الضغط الجوي، يبقى هنا هيساوي صفر. طيب وين وود زي ريبورت نيجاتيف فاليو؟ امتى البي بوك في الحاله ديت هيبقى سالب؟ لو ارتفعنا لفوق. التحولات دي بقى اهم حاجه هنا نعرفها. طيب التحولات بتاعتنا لازم تاخدوا بالكم من التالي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. الضغط الجوي المعتاد احنا اتكلمنا ان هو بيساوي كام باسكال؟ 1.13 × 10^5 باسكال.
طيب بيعادل كام بالمليمتر زئبق؟ 760 مليمتر زئبق. احنا كنا في المسألة بتاعت الباروميتر كان ارتفاع عمود الزئبق طلع عندي 700 او 0.67 مليمتر. لو جينا نحولها لمليمتر بضربها في 1000 تطلع لي 760 مليمتر زئبق. يبقى اذا ال 760 مللي ديت، 760 مللي ديت يا شباب اللي هو ارتفاع عمود الزئبق في الباروميتر، دي مكافأة للضغط الجوي اللي هو 1.13 في 10 اس 5، وده بيعادل 1 اي تي ام ضغط جوي. ال 1.13 في 10 اس 5 بس كان بيعادل لي 1 اي تي ام، بيعادل لي 1.13 بار. طيب ازاي بحول من وحده الى وحده اخرى؟ طيب هنا هعمل طريقه المقص ازاي. مثلا عايزك تحول من باسكال الى ملي متر زئبق او العكس. عشان احول من باسكال الى ملي متر زئبق او العكس بعمل طريقه المقص. يعني مثلا قال لي حول لي 540 ملي متر زئبق الى باسكال، انا ما اعرفش، بس انا عارف القاعده الاساسيه اللي هي 760 بتعادل كام بالباسكال؟ 1.13 في 10 اس 5. ده كده المجهول اللي هو ما يعادل ال 540 ملم زئبق بالباسكال، ولازم احط الملم زئبق تحت الملم زئبق والباسكال تحت الباسكال. اكس اللي هو المجهول ده هنعمل طريقه المقص. اكس مضروب في ايه؟ في 760، اللي مضروب في المجهول في المقام او خواي المجهول في المقام، والباقي في البسط اللي هو هنا 540 ضرب ال 1.13 في 10 اس 5، وتعملها وزي ما تطلع معاك بالحسب. طب قال لك حول العكس، يلا نحول العكس. احنا هنا حولنا من ملي متر زئبق لباسكال، ازاي هحول من باسكال الى ملي متر زئبق؟ نفس الطريقه. يعني مثلا قال لك حول لي 200,000 باسكال، تعمل كام مليمتر زئبق؟ انا مش عارف، دي اكس مجهول، بس انا عارف ان ال 1.13 في 10 اس 5 باسكال بيعادل 760. اصبح اكس ما هو المجهول اللي انا عايز اجيبه. هجيب الاكس ازاي؟ هعمل المقص بتاعي. المقص ازاي؟ الاكس انا عايز احسب الاكس، يبقى الاكس هيساوي الاكس مضروب في مين؟ في الكلام ده، يبقى ال 1.13 في 10 اس 5 في المقام، والباقي في البسط اللي هو 200,000 ضرب 760. بس يا شباب، والكلام ده بينطبق على اي شيء تاني هنا. ان شاء الله احنا كده خلصنا الشابتر، فاضل لنا شابتر واحد على منتصف الأسبوع زي ما اتكلمنا. والله المستعان. سلام عليكم.